تعالي اقعدي تقولي شوية. تدبير جهازك يعني. هو عايز الجهاز هو عايز يتقلب. ازاي تقلب كده؟ ايه؟ تعالي بس عليا شوية. تعالي عليا. تعالي مبين. كده كويس جسمي كله. حد فتح، حد جه، حد عمل اي حاجة؟ دول صحابك انتي، انا ما بتكلم ب10 مش دول. عارفة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسأليهم كده لو الموبايل مفتوح ولا معدول ولا معايا. طب هو الموبايل دلوقتي معدول ولا مقلوب عندكم؟ خلي صوتك معايا. السلام عليكم. طب يا اخوات لو الموبايل كاميرته مظبوطة قدام دلوقتي عندكم يا ريت تقولوا لنا، بس بارك الله فيكم يعني. الله يحفظكم يا رب. احنا معدولين ولا معوجين؟ عليكم كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي. خليكم بس معانا، محدش يتغير ويروح يرانا، اوعى تغيروا المحطة. معانا ان شاء الله الدكتورة رنا سمان، هنكلمكم في موضوع مهم جدا. اوكي. بيقول لك الموبايل مقلوب. يبقى احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا مضطرين نعمل كده. طيب هقول لك حاجة. هو محتاجين حاجة بس ثواني كده هنظبط التليفون و ان شاء الله خليكم خليكم موجودين، بس محدش بس يروح. الله المستعان. كده مظبوط؟ كده كويس. طيب هو مش هنيجي كلنا، بس مش مشكلة. اما كل واحد بقى لما يجي يتكلم ازاي؟ مضطرين نظهر واحدة واحدة. ماشي. الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن كلامنا شويه مقلوب. مقلوب ايه؟ ما هو كده خلاص اتعدل. يا فاطمه الموبايل اتعدل كده خلاص. ماشي. مبدئيا احنا مش واحده بس، احنا ثلاثه بس. الموبايل مش عايز يجيب غير واحده بس. تمام. الصوت واطي قوي. طب هنعمل ايه؟ انت هتيجي يعني هي هتيجي كمان شويه، بس انا اقول كلمتين. الصوت كده اتعدل. الله ينور عليك يا رب. تمام. كده الصوت تمام والصورة تمام، كله كويس ولا في حاجة؟ ندخل في الموضوع على طول يعني ولا نستنى شوية؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير قوي من البنات او سواء سيدات او بنات لسه صغيرين عايزة تنتقب. انا عايزة انتقب، عايزة البس النقاب، عايزة البس الزي الشرعي، عايزة البس الحجاب، عايزة اطول لبسي، ايا كان اللي هي عايزة تعمله. ولكن في نقطة مهمة جدا، انا مش قادرة البس النقاب لان النقاب ده بيعيقني اعمل حاجات كتير. في الاول كان احسن. طب في الاول كان احسن على ايه؟ ما علينا، خلينا في الكلام بعد كده نشوف اي ايديت على الفيديو. هم قصدهم كان مقلوب يعني احنا التلاتة كنا جايين بس مقلوب. ما هو هم هيقعدوا كده. مشكلة. صحيح. طب قولوا لنا عايزيننا مقلوبين ولا معدولين؟ شوفوا انتوا عايزين ايه يعني. نعمل كده يعني الموبايل نجيبه كده ولا نعمل ايه؟ تمام. هو كله بيقول تمام اهو. الصوت يا حبايب. طب الصوت كويس كده ولا ايه؟ سامعيننا؟ طيب انا عندي صوت ناقص. انتوا سامعين؟ احنا ممكن نخش في الموبايل لو سامعين قولوا لنا. اتكلم عشان في لسه ناس هيتكلموا معايا يا رجاله. الله يسلمك. ما حدش بيتكلم. ماشي. ردوا علينا، احنا قاعدين في عرض رد. كلموا. طيب ما علينا، انا هتكلم هدخل في موضوع عادي. فبتصادف البنات اللي بتدخل تسالني احنا عايزين نلبس النقاب ولكن مش عارفين، اهلي مش راضيين علشان مش هعرف اعمل اي حاجه في حياتي العمليه او العلميه زي ما بيقولوا الكلمتين دول مع بعض. ما هعرف ادرس في الجامعه ولا هعرف ادي كورسات ولا هعرف امارس لغه ولا هعرف اعمل اي حاجه. انت داخله زوري. انا بتكلم بس. ماشي. تمام كده كويس. الحمد لله معايا نماذج كتير جدا بفضل الله، او اعرف نماذج كتير جدا من بنات اللهم بارك. ممكن دول البنات اللي اتقال عليهم خير بنات الامه بفضل الله يعني. يمكن يكون فيهم حد مش مصري،
او مصري احنا مش عارفين، حيث نتعرف بعد كده. لكن انا عايزه اقول لكم على حاجه، عايزه اوريكم نموذج صغير واحكموا بعدها، عشان هديكم يعني حته تعقيب، التعقيب يكم بس حته تعقيب بس صغيره. عايزاكم تسمعوا حاجه، خليكم معايا ركزوا، عايزاكم تسمعوا حاجه مهمه جدا دلوقتي. انا مش هقول لكم اسمها ايه، ومش هقول لكم هي بتعمل ايه، هي هتعرف نفسها دلوقتي بنفسها ليكم. السلام عليكم. My name is Akram. Actually, I'm 25 years old. I graduated from Faculty of Arts, Department of Psychology. I knew Rana today, only today, and I think she is really a good woman. She's really like an example that we should be proud of. So you can come in and talk. انا عايزه اقول لكم هي بس ازمه كراسي، انتوا طبعا لا، هي رنا السمان ماشي. انا انتوا طبعا سمعتوا الكلام، انا مش عارفه انتوا شويه عرفتوا ترجموه ولا لا. انا على قد اللي عرفت اترجمه اسمي الحمد لله، وشويه حاجات كده. وانا والله انا اللي مبسوطه ان انا عرفتها، وهي ما شاء الله عليها هي الاحسن حد في الدنيا، مش انا لا جود ولا بتاع. بس انا حابه عايزاكم تدوني اي كومنت عنها كده، قولوا لي هي عباره عن ايه. لا مش شبيهه والله، انا رنا. والله هي رنا اقسم بالله. الاخ. عايزين الترجمه امتى؟ طيب انتوا شايفين النطق وشايفين الكلام، محدش عايز يسالني سؤال عنها. يعني انا هديكم مثلا بتاع كام ثانيه كده تسالوني عنها، قولوا لي هي اي حاجه عنها، قولوا لي اي نبذه عنها، علشان انا هي راجع لكم تاني دلوقتي. او عايزين الترجمه. طب احنا مش هينفع نترجم، ما لهاش لازمه ان احنا نترجم دلوقتي. طيب هقول لكم على حاجه، محدش عايز يسال، محدش عايز عنده فضول يعرف مين دي، محدش عنده فضول انه يسالها حاجه. طيب هقول لكم كمان على حاجه، يعني اهي ما حدش. يا جماعه انتوا فين؟ انتوا رحتوا، هم راحوا فين؟ اتكلمي معاهم، ما يمكن يكونوا عايزين يسالوكي على حاجه. طب ماشي، اللي عايز يسالني يسالني، يقول لي ايه. انتوا سمعتوها بترد ازاي؟ سمعتوا اللغه؟ يعني انتوا انت مش عارفاها؟ تمام. امينه من بنجلاديش او الصين؟ تمام ماشي. انتقبت؟ تمام ماشي. وايه تاني؟ مش عربية؟ تمام. مش عارفين نسأل ليه؟ مش عارفين نسأل، هي اسلام الجديد يعني. طيب انا عايزة شوية اسئلة، شوية عايزة احفزكم شوية للاسئلة، علشان لسه قدامنا كام فقرة كده عايزين نتكلم فيها. اعودي. هي اسلام الجديد. طيب ينفع تقدم لهم وصلة ردح؟ تعالي. انا بس عايزاكم معاها. ممكن هندي او كوري شويه هيقدر يسمع. اه تمام قولي. هاي. एक्चुअली मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं यहां है दो अच्छी बहुत अच्छी एक्चुअली लड़कियों के साथ, राणा और मरिया. ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी पहली बार है, इसलिए तो मैं नर्वस हूँ. तो लो عايزه اقول لكم اقسم بالله ما فهمت حاجه. ده هندي. يعني بس معلمنا شكوري. يعني لسه في لغات تانية كتير، في الماني وفرنش وكل حاجه. يعني احنا ممكن نسيب معاكي طيب ماشي. كل شكلها ماليزي او اندونيسي. تمام. بس ده كده عشان كلنا نحاول نطلع، عشان هي لسه ماريا تيجي. تعالي كده عليها شويه. كل الكومنتس اللي جت عليها كلها بتقول انها ماليزيه او صينيه او من بنجلاديش او حاجه زي دي. تمام. والله احنا نفسنا نفهم احنا كمان يا فاطمه، بس يعني احنا ما عندناش القدره ان احنا نسمع فهنفهم. طيب انا عايزه اسيبكم معاها كمان دقيقه، بس هتتكلم لغه تانية ولكنه تانية، واكيد دي انتوا كلكم هتعرفوها. عايزك ترد حلو. صحيح. تعالي.
بساطه يا جماعه، اخباركم عاملين ايه؟ حد سيبك قوي قوي. طبعا الناس اللي ما عرفونيش، انا سعوديه، انا من جنة اصلا. تمام. انا بتحدث اللغه العربيه بطلاقه، وبتحدث اللغه الانجليزيه ببعض من الطلاقه. تمام. شاطره مرقعه ما شاء الله. صح، مرقعقاع. شاطره، هو المصريه فعلا. تمام. جذوري من اسوان، بنبان براو. تمام. فازاي وصلت للمرحله دي؟ عاده معظم الناس بتسمع الانجليزيه بتاعتي وبينبهروا فعليا. انا كل مره بشوف اللي هو نظره الانبهار في العيون، يا جماعه ايه دي؟ اللكنه دي بريتش، او الشخص ده بيتكلم هندي بسيط. يعني مش هقول ان انا انهيت الهنديه، لا، هو انا وصلت لمرحله كويسه جدا في الهندي، بس اني بتكلم هندي كويس، كلمات مش فيها اكسنت بايخه. تمام. بس مظبوطه شويه. تمام. فالحمد لله ده يعني برحمه ربنا يعني، بس برضو بالاجتهاد. عاده معظم الناس بتسال انت وصلتي ازاي كده. انا ما خدتش كورسات ابدا، مع العلم اني كنت انا طفله صغيره. في افتكر ان اول مره خدنا فيها الانجليش كان في سنه رابعه ابتدائي، كنت فاشله انجليش. كانت كلمه كات دي بالنسبه لي صعبه ان انا احفظها، عارفين كلمه كات اللي هو سي اي تي دي؟ بالنسبه لي كانت مصيبه. بعد كده اللي هو كانت تقريبا اجازه ما بعد سنه ستة، اللي هو كان المفروض ان سنة خمسة اطلع اول اعدادي، فوجئت بان في سنة ستة. يا جماعة انتم ما طلعتوش من المدرسة. وانا قاعدة في البيج لسه. يلا الحمد لله طلعنا، سيبنا البيج رحنا للازرق، مفيش فرق كبير، الاتنين سجن. ايا كان، ازاي تتعلمي لغة؟ اللغة لا يمكن تتعلميها بمجرد انك انت تقعدي في مكانك وتروحي كورس حد يقولك كات يعني قطة، كلب يعني دوج، سخيفة. متهيألي مراحل عمرية معينة هم اساسا بيوصلوا لمرحلة ان انا بتكسف. بس برضو انك تتلقني مش مشكلة، بس الاجتهاد فين؟ كل واحد عارف ان التعلم بيجي بالاجتهاد، التعلم بيجي بالاجتهاد والتواصل، انك تفضلي على الحتة دي، انك تفضلي مستمرة. طبعا انا مش بقدر ان انا اقرأ التعليقات. تمام. فانا اسفة جدا يعني اذا كنت حد سألني سؤال وما بصتوش او ما شفتوش، فاسفة جدا والله. لكن باذن الله هيبقى في اوقات تانية نرد على الاسئلة دي اللي انا ما شفتهاش او التعليقات دي. ايا كان، ازاي تتعلمي لغة؟ اول حاجة، افضل حاجة انك تتعلمي لغة غريبة، السماع. يا جماعة انا صعيدية، بعرف اللكنة المصرية، بتكلم شوية يعني، اكيد لفظت كذا لفظ مصري وانتوا حسيتوا ان انا بعرف اتكلم مصري وما بين الاثنين. تمام. زوري علي. تمام. ماشي بمقاطع. انك تعرفي تلقطي حاجة، ده بسبب السمع. ان انا بسمع ناس بيتكلموا مصري كتير، فبالتالي لقطت الجيم. تمام. فبالتالي بقى عندي لكنة مصرية. من يوم ما بقى عندي لكنة مصرية لازم اعترف الانجليزية بتاعتي اتحسنت. اللكنة السعودية كانت مشكلة خالص في انك تتعلمي لغة عجمية، لازم اعترف بكده يعني. تمام. فاللكنة المصرية هي اسهل لكنة تساعدك انك تدخلي لغة تانية مهما كانت اللغة دي. فحتة معظم اللي هو معظم الناس اساسا بيبقوا مصريات اللي بيكلموني، بكتشف ان عندهم لكنة سخيفة. تمام. وانهم مستصعبين الامر. على فكرة انتوا لسانكم اسهل بكتير وسهل جدا انتقالكم للكلمات والحروف، فما تقوليش صعب بالنسبة لي، سهل جدا جدا. تمام. يبقى اول حاجة تسمعي، اسمعي 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 انتي طلع اسمعي انتي ونزل اسمعي، لان السمع بيجيب الكلام، الكلام بيجيب النطق. فدي بالنسبة لأول حاجة. الحاجة التانية، شوفي برضو ازاي يعني، اسمعي اغاني وشوفي افلام اجنبية. تمام.
وشوفي كده. ايوه ايه. ماشي ماشي خلاص. هم المقاعد يعني. وهبه اللي جنبك اللي كنت معانا في المبدي وقت ايه؟ لا مش هبه يا اختي. لا مش هبه. مش هبه مش الدكتوره هبه لا. لا دي رنا السمان. حد دي اكبر يوتيوبر. مفيش خالص. طب وحياه ربنا ما هبه وهضربك في الاخر يا فاطمه. تمام؟ المهم بعد كده الميديا يعني بما ان الاستماع والكلمات الميديا يا جماعه اللي هو البرامج ونشرات الاخبار اي لغه في الدنيا هتلاقي ان في نشرات الاخبار والميديا بتاعتهم البرامج هتلاقي في مصطلحات كتيره جدا هي اللي بتجيبك لارض الواقع. يعني الاخبار بتجيب لك حاجات من الفورمال اللانجوج بتاعتهم تمام، والبرامج بتجيب لك بقى اللي بيحصل على ارض الواقع ازاي، الاكسبريشنز الكلمة الايدمز اللي بيستخدموها تمام بتجيبها لكم. فواظبوا على الحته دي. الحاجه الاخيره اللي انا هتكلم فيها وفعلا هرمي ماريا من جنبي ما تسمعوش الناس اللي بتقول لي ارمي ماريا هرميها. حاضر اتفضلي. بيت بيت ما بيتردونا. والله العظيم. لا يا حبيبي مش بيتك هنفتح بس بيتنا كلنا بيت العز يا بيتنا. تمام. فدي حاجات اللي هي حاجات الهامشيه اللي احنا بنستخدمها عشان خاطر نبتدي نتعلم اللغه. ده بالنسبه لتعلم اللغات. تاني حاجه بعرف اعملها كويس جدا هو علم النفس. ده ليه سهل تدرسي وتقري كتب خلصي. فانا هسيب رنا تيجي عشان تتكلم عنه. خليكي انا هاخد الموبايل. ايوه لا اخده بعدين اسيبها لماريا. ماريا ده المفروض انها ماريا. طب مش ايه ماريا بطلي ضحك. ماريا خلاص تهني خليك احنا. ايوه انا هخليك. لا لا خليك. كنا دلوقتي مع مين؟ مع متعدده اللغات. مش هقول لكم ان هي متبرجه، مش هقول لكم ان هي طالعه بشعرها ولا حاطه ميك اب ولا حاطه لينسز ولا لابسه قصير ولا بتعمل اي حاجه وتيجي واحده اصلا انا مش هينفع البس النقاب علشان ابو رجل مسلوخه مش هيتجوزني، اصلا انا مش هينفع البس النقاب لحسن ما ياخدونيش مثلا في تعيين الدرجه السابعه ولا الثامنه في الوزاره، اصلا انا مش هينفع البس النقاب لان الناس مش عايزاني البس النقاب، الناس مش عايزاني البس النقاب. ده كان معانا نموذج، النموذج ده بنت ومن الصعيد ومش هقول لكم ان هي من اغنى اغنياء البلد علشان تعرف تاخد كورسات، هي ما خدتش كورسات اصلا خالص. خدتي كورسات؟ لا ما خدتش كورسات. ما شاء الله كوري والماني وفرنش وبريتش خمس لغات. انا هبيتها معايا خمس لغات من غير كورسات اللهم بارك تعلم بس. ويجي يقول لك اصل المنتقبه بتحط حجاب على دماغها فما بتتعلمش. طب خلينا لكم في العلم نموذج بقى تاني انا عايزه اتكلم عليها وانا يعني انا مش عارفه هتطلع تتكلم وهتضحك بس هي كتير قوي بنعرف او بنسمع عن اللي بيدرس علم نفس بيفضل في نفس الطريق. يعني انا واحده باخد يعني كل دراستي ليها علاقه بالاطفال والسلوك والكلام ده سالكه المسلك ده ماليش علاقه تانيه. بس ان احنا نلاقي حد بيدرس علم نفس وعلم شرعي ايه ده وبيدرس حاجات ليها علاقه بالايه فارماكولوجي. انا ما اعرفش ايه الفارماكولوجي دي اصلا. يعني حاجات يعني هناخد علمي على ادبي من الشرق للغرب على حاجات يعني مش اي حد رجاله بشنات ما بيعرفوش يعملوها. هسيبكم كده يعني ساعتين ثلاثه مع ماريا بس لو عرفتوا تخلوها تبطل ضحك تمام وهي بقى تقول لكم هي عملت ايه او بدات تعمل ايه تمام. اولا الدكتوره رنا ما شاء الله عليها يعني خليت عندي خليت عندي سنتي. الناس بتقول ان انا بضحك والله مش بضحك بس هي ما شاء الله عليها بتعمل حبيت شويه سيتويشن يعني بيخليكي لازم تضحكي غصب عنك. اوكي بس اسكتي خلاص انت اللي اتحولتي لضحك. اولا الحمد لله رب العالمين شخصيتها قويه جدا الاخت ديت. اني واحده فيهم طيب تقريبا انا تقريبا هي عارفه نفسي انا عارفه نفسي انا كنت في كليه اداب قسم علم نفس جامعه جنوب الوادي. صح ما شاء الله شوف شخصيتها قويه يعني ما شاء الله. فالله مستعان يعني. فانا بس احنا والله مش محضرين اي حاجه خالص. احنا كنا قاعدين مع بعض كنا عندنا نضحك ونهزر واخدين الموضوع عادي جدا. فجاه ما شاء الله عليها قالت لها يلا نتكلم عن حاجه مهمه قوي ونتكلم عن موضوع النقاب بما انكم بتخرجوا بتروحوا بتيجوا بتتعلموا مفيش اي عائق لموضوع النقاب بالنسبه لكم مفيش اي حاجه بتعوقكم يعني من تعليم حاجه.
اولا انا هتكلم في موضوع من بدايه اصلا ثانويه عامه. انا كنت دايما انزل قوافل طبيه، انزل مثلا في العمل الخيري، كنت بمسك احيانا اداره متطوعين، وامسك مثلا الجانب اللي هو المتخصص بالدرجز بالادويه، وامسك مجال الصيدله. وانا اصلا يعني سبحان الله يعني ما درستش خالص اي حاجه في مجال الدرجز عامه، يعني حبيت المجال قوي، حبيت المجال جدا. فالحمد لله رب العالمين كنت بقيس ضغط وبقيس سكر، والدنيا كانت ما شاء الله لدرجه انا كنت في مره في قافله طبيه، كنت مع دكتور كبير جدا عندنا في جراحه القلب، ونزلت مره في القافله ديت كان في بيشنت معاه، كان الحاله ديت كانسر، كانت كانسر مرحله رابعه. فسبحان الله العظيم انا في اليوم دوت الدكتور كان الحالات عليه ضغط قوي، يعني بيشنت كتير جدا، فاضطريت ان انا اخفف عليه. فقعد يقول لي طب تعالي يا بنتي امسكي السماعه وظبطي انت الموضوع، خلاني كشفت على حاله كانسر كانت مرحله رابعه. قال لي يا دكتور ما ينفعش، يقول لي لا بس حاولي انت ما شاء الله عليكي تقدري تتعلمي. فالحمد لله رب العالمين من ساعتها انا بدات احب المجال العلمي دوت. يعني نزلت بقيت اخد ان انا في اولى كليه، يعني انا في دراستي وان شاء الله يعني ما حاولتش ان انا اخلي لا قوقع نفسي فقط في مجال علمي معين. الله عز وجل حين انزل عليه الصلاه والسلام اقرا هنا، هل حدد مجال يعني علمي معين يجب علينا ان احنا نتعلمه؟ لا. فالحمد لله رب العالمين نزلت ورحت نقابة صيدله، اخذت فارماكولوجي وكوزماتكس، وبدات ادرس حاجات كتير جدا في مجال الادويه والدرماتولوجي وبتاع. فما كنتش اخلي يعني حياتي العلميه في مجال علمي معين واقف عنده بس ستوب، لا انطلق اروح هنا وهنا وهنا هنا. اسماء احمد بتقول انا مشكلتي مع النقاب، انا ابني الصغير عنده سنه بيشدهولي. الله مستعان. طب سيبينا ان شاء الله نتكلم في الموضوع ده يا اختي وفضل الله يحفظك يا رب. اما في موضوع طبعا المجال العلمي دوت، انا الحمد لله رب العالمين ما سبتش ولا مجال، سواء اعلام صحافه كنت بنزل برده اشتغل في كذا صحافه، انزل ابقى متحدثه رسميه باذن مجال معين هنا وهنا وهنا وهنا. فما كنتش برده اقوقع نفسي على مجال معين او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه، لا كنت باجي في كله، كنت بدوس في كله. ليه؟ لان انا حابه اتعلم، حابه اتعلم. فما تخليش حاجه معينه تقيمك او تقيدك في الحاجه ديت وتقفي عندها وستوب وتقولي انا مش هتعلم كده تاني، لا مفيش حاجه اسمها مش هتعلم. الله عز وجل قال ان انزل عليه الصلاه والسلام اقرا، مفيش مجال معين محدد، اقرا في كل المجالات. اوكي. الامر الثاني العلوم الشرعيه. العلوم الشرعيه انا طلع عز وجل في مرحله انا عندي 17 سنه 18 سنه، عندنا يعني معلم كده ما شاء الله عليه كان تلميذ الشيخ الالباني رحمه الله، فكان صديق ابي. فكنت انا بدات ان انا حابه ان انا ايه اتعلم العلم الشرعي، فرحت ما شاء الله عنده وبقيت ادرس فقه وعقيده، وما شاء الله الحمد لله درست المذاهب، وبقيت ان انا يعني برده ما قيدتش نفسي ان انا اقعد اتعلم علم شرعي واسكت، لا بقيت انطلق انزل في ندوات في الجامعه، في حفلات اسلاميه، في مؤتمرات، في 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 اي ندوات دعويه، كنت انطلق في كل حاجه. ما احبش ان انا افضل واقف كده وخلاص، لا. دكتورة رحمة بارك الله فيها، برضو دكتورة رحمة من النماذج الطيبة جدا 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 من هي صغيرة السن، وإن شاء الله بتنطلق في كله. هي دلوقتي طالبة في ميديكال في طب، ربنا يحفظها ربي يبارك فيها ويجعلها يعني بإذن الله ذو خلق إسلام المسلمين. فالأمر يا أخواتي يعني الحمد لله رب العالمين، اوعي إياكي ثم إياكي ثم إياكي تقيدي نفسك في مجال علم معين، لا اقتحمي في كل المجالات. الأخوات اللي بقت عندها ضغوط نفسية وستريس جامد جدا تقف عند مجال علمي وتقول لا انا هقف هنا خلاص، انا تعبت والحياه بره والحياه هنا في الواقع اللي احنا عايشين فيه بيقيدك، مش قادره تتعلمي مش قادره تخرجي، لا لا ده انت لازم يعني تنزلي ولازم تتعلمي، ما تخليش حاجه تضغطك وتقيدك في حاجه معينه، لا مفيش كده. ما تخليش الياس يسيطر عليك في اي مجال معين، انك اتاذيتي في المجال ده وتسيبيه، لا اياك تسيبيه، عفري مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما تتعلمي الحاجه دي. فالله مستعان. بالنسبه للبتاع دوت الاخوات اللي هما بيعانوا من موضوع اصلي منتقبه واصلي مختمره، المختمره هيفضل يقول لي اصلي انت لابسه الخمار ليه مقيده نفسك بالخمار ليه، انت جميله انت طيبه، ده ولا تتبع خطوات الشيطان. الناس اللي هي بتشدكم دوت سبحان الله للمعاصي ابعدوا عنهم، اختاري الصحبه الصالحه، دعكي من القيل والقال. والله والله انت مهما تلبسي للناس دي مش هيعجبها عاجب، سبحان الله. يعني القيل والقال لا يتوقف، يعني حصائد الألسنة كحصائد الحروف،
فكفوا اذانكم عن سماع تلك الايه الجمل اللي انتم بتسمعوها من الناس، فيعني مش هيسيبوكم مهما تعملوا ليهم. فسبحان الله كما قال الشاعر: والله لو صاحب المرء جبريلا ما سلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله اقوالا مصنفه تتلى كلما رتل القران ترتيلا، قد قيل ان له ولدا صاحبه زورا عليه وبهتانا وتضليلا، فهذا قولهم في الله خالقه فكيف لو قيل فيما بعد ما قيل. يعني حينما تلي القران ظل القوم يعني يتحدثون، والمشركين يتحدثون عن الذات الالهيه ويتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انه ساحر وانه مجنون. لكن سبحان الله الالسنه لا تتوقف منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وطالت الالسنه الى سب الذات الالهيه. كلما تلا القران قالوا ان ايه، ان المسيح هو الله وانه ابن الله بعقيده التثليث الاب والابن والروح القدس، فمش هيسيبوكم. فانت توكلي على الله عز وجل يا اختي الفاضله، ان كنت حابه ترتدي الخمار ترتدي النقاب في كل الضيق اللي احنا عايشين فيه دوت، ادعو الله عز وجل، يعني هاجري الى الله عز وجل. يعني سبحان الله، يعني انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصوبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر لي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم استنكر من الاولى واكد على الثانيه ازاي، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، لكن استنكر من الاولى فقال ايه، فهجرته الى ما هاجر اليه. تمام. فسبحان الله، ثقي بأن الله عز وجل سييسر لك كل الأمور. يعني سبحان الله، اصدقي مع الله عز وجل انك نفسك تلبس الخمار، انك نفسك تلبس النقاب، فسبحان الله، وتذكري قول الله عز وجل ان تصدق الله يصدقك. فانت صدق مع الله عز وجل ان ربنا يعني سبحان الله اراد بك خيرا، هيسبك الامر وهتمشي في الطريق الصح. الناس اللي بدأت تيأس من الواقع ومن الحياة وبتاع، اياكم. في ناس خلعت نقابها، في اخوات خلعت حجابها، في اخوات خلعت الخمار بتاعها، في اخوات تركوا المجال عامه كالتزام كاي مجال معين، لاني سبحان الله في البدايه ما كانش على التزام قوي، كانوا على هش، كانوا على هوامش الايمان، فما فيش ايمان راسخ في قلوبهم ان يعني سبحان الله ان النصر من الله عز وجل. انت فقط تعاملي بالعمل، انت مطلوب منك من الله عز وجل انك تعملي، انك تسيري على الطريق الحق، وتسيري على يعني سبحان الله على الطريق اللي الله عز وجل حدده لك ووضعه لك. لكن انك تفضلي تفكري في النتيجه اللي هي اخر الطريق، معلش هتقعي، ما يهمكيش طول الطريق ولا قصره، واللي يهمك انك ماشيه على الطريق. مش المهم انك ان الدبه اتعطلت ولا وقفت ولا اتاخرت في سيرها، لا، المهم يعني سبحان الله، المهم ان الدائره الدبه ما زالت بتسير في سيرها في الطريق المستقيم الذي حدده الله عز وجل لها. فالمشكله مش انك تفضلي تقيدي نفسك وتقولي لا مفيش نتيجه، اصل مش عارفه ايه، والنصر اتاخر، والحياه مش عارفه كذا. لا، اياكي تتقولي على الله عز وجل. انت فقط المطلوب منك ان تعملي، لكن انك تحددي متى واين وكيف ان في حاجه معينه او نتيجه لعملك دوت، ما ينفعش. ولو كان الصحابة صلى الله عليه وسلم فكروا زي ما انتوا بتفكروا بالطريقة دي، ما كانش الدين ده وصل لحد دلوقتي في الظل اللي احنا الحياة اللي احنا عايشين فيها. لا، الصحابة صلى الله عليه وسلم ضحوا واجهوا وعانوا، يعني بذلوا طريق من سبحان الله الصعاب والعناء. يعني ما فيش سبحان الله، ابحثوا عن اي عالم دلوقتي عايش في زمننا هذا وصل لمجال معين في حياته، سبحان الله القائدة تتحدث، بارك الله فيكم. فسبحان الله، يعني ما فيش عالم دلوقتي وصل لمرحله معينه واكتشف حاجه علميه معينه الا وعدت على سبحان الله يعني اشلاء من حياته، احد يعني يضحي بكل دوت عشان يوصل للنتيجه ديت. فما فيش حد بيوصل بالسهل، فتعبوا وجهدوا مع الله عز وجل. اياكم 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 ان يسلب الايمان من قلبكم قبل الموت، اخشوا فقط الحاجه ديت. فقولي يا رب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فسبحان الله عز وجل، يعني كسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه ان يقع في الفتنه، في فتنه المشركين لما كانوا يعني يراوغوا عليه، فكان دائما يدعو بان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان معصوم من الخطا بيدعو بالثبات، ودائما يكرر في يعني على لسانه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فانتم يعني من انتم؟ انتم اكرم على الله عز وجل ام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحافظ على هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني من اخطر الاشياء على الانسان هو تقلب القلب، انه يكون النهارده مسلم ويصبح كافر، وهكذا بيتقلب بيغير ايمان. ليه؟ لان القلب بين اصبع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء. ف
فسبحان الله اخطر شيء على الانسان. لذلك يعني سيدنا سفيان الثوري كان يبكي ويجهش بالبكاء حينما سألوا قالوا لما تبكي يا سفيان؟ قال والله ما ابكي على شيء من هذه الدنيا، ولكني ابكي على ان يسلب الايمان من قلبي قبل الموت. فتخيلوا من انتم، من انتم يعني في ظل هؤلاء العلماء العظماء، وكان دائما يدعو بالثبات. يا سبحان نبينا، نبينا المعصوم من الخطأ كان يخشى نفسه ان يقع في سبحان الله، وان يعني يسقط. سبحان الله كان دائما يقول يعني اللهم يا مغلب قلوب ثبت قلبي على دينك، فدائما كانت تتردد على ألسنته. نبينا المعصوم من الخطأ، يعني كما قال احد الصحابه يعني سبحان الله دفنت العصمه حينما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عصمه لاحد بعد النبي، فما بالكم انتم معصومون من الخطأ؟ هل انتم تخشون ان يعني سبحان الله لا تخشوا ان تزل القدم بعد ثبوتها؟ الله عز وجل قال في نبينا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني لولا يا محمد إن إحنا اللي ثبتناك كنت خلاص سقطت وقعت ما في ضرب المشركين وهكذا. لكن ثبت، كون إيمانك قوي بالله عز وجل أن الله عز وجل سيثبتك، وأن يا سبحان الله يعني يرزقنا الخير بإذن الله تعالى والنصر بإذن الله تعالى. فثقوا بالله عز وجل وإياكم أن تيأسوا، فصلوا الله عز وجل الثبات على الدين وعلى الإيمان وعلى حجابك يا أختي وعلى نقابك وعلى فكرك وعلى عقدتك وعلى 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 على كل حاجة. إياك أن تنتكسي وإياك أن تضعفي، وأكملي مع رنا. ربنا احفظني ربنا إن شاء الله. مفيش كلام هيتقال تاني بعد الكلام اللي اتقال ده. الكلام كل ده ماشي في اتجاه، ولكن أنا ليا كلمتين صغيرين. هتولي اللي بتقول النقاب بيحجب العقل وبيحجب التعليم وبيحجب العلم وبيحجب كل الكلام ده كله، يا جماعة ما تمشوش ولا وراء أكاذيب. يا جماعة اللي عايز يعمل حاجة هيعملها بإذن الله، اللي محتاج مشورة هيلاقي اللي يديله المشورة، اللي محتاج طريق يمشي فيها يصنع الطريق بإذن الله وهيمشي فيه. ما تحوكموش الدنيا وما تقفلوهاش قوي على نفسكم. مفيش حد عايز يعمل حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيساندوا فيها ويساعدوا فيها ويسيب الطريق كده، تمام؟ مفيش نقاب بيمنع رزق، مفيش نقاب بيمنع زوج، مفيش نقاب بيمنع علم، مفيش نقاب بيمنع تفكير. اعتقد ان احنا كده خلصنا كل يعني او نبذات كده على الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها. والله المستعان. انا مش هقدر ارد على حد لان ده مش الاكونت بتاعي. هي بقى هتبقى ترد معاكم علشان الموبايل هيفصل. هتردي يا اختي؟ هذا ليس سهلا كما يعتقد الاخوين. حقا احسنت يا اختي الفاضله. شوفي بقى مين هي. جزاكم الله خيرا، جزاك عنا وعن الاسلام خير الجزاء يا رب ان شاء الله. الثبات والمداومه اخي العوام مساعده وكل نبل بلاء حسنا وطوبه لمن جاهدوا. جزيتي خيرا تضحك في وقتي. احسنت يا اختي الفاضله الله يحفظك يا رب. أو يا أخي الفاضل فعلا صحيح، يعني الثبات والمداومة وأخذنا بالعوامل المساعدة وكل يعني يبلى بلاء حسنا. أحسنت يعني سبحان الله، فالله عز وجل ما ابتلاك إلا لأنه يرحمك. يعني سبحان الله يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له من البلاء، وإن كان في دينه رقق له من البلاء، فعلى قدر إيمان المرء يبتلى. فلو أنت سبحان الله يا أختي الفاضلة إيمانك بالله عز وجل كان قوي وكان من الأساس على طريق صح وعلى ثبات بأن الله عز وجل هو نصرنا، هو مثبتنا، هو كل شيء في حياتنا، فدعي الأمور لله عز وجل وتسير كيفما يعني أرادها الله لا ما يريدها أنت. لا مشكلتنا أن احنا وكان الإنسان عجولا، مشكلتنا احنا بنتعجل، قاعدين فقط بنتعجل النصر، بنتعجل مثلا الثبات على مبدأ معين على حاجة معينة. لا، إياك أن تتعجلي على الله عز وجل صبرا، استعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر. كل الامم اللي نجحت في حياتنا ديت والناس اللي هي بتعدي وبتدوس في اي مجال معين ديت بتسير الا بالصبر. شوفوا فرنسا، والله فرنسا ما وصلت الى ما وصلت اليه الا بعد 100 سنه، بعد 100 سنه صبر ومعاناه، ثوره هنا وهنا وهنا وصبروا والحمد لله رب العالمين. ف يعني سبحان الله الامر بس يحتاج صبر. اتعلم في كل المجالات. انا اذا كنت حابة اكمل اي تعليم في اي مجال تمام.
حتى لو حابة اتعلم في اي مجال، انا اذا كنت بعمل اكمل دوت هبقى ملزمة اني اصرف على نفسي. وهنا في مصر مش لازم تصرفي على نفسك، او نموذج ما شاء الله عليها تعلمت 5 لغات بدون اي كورسات ولا جري هنا ولا، ما شاء الله الفناتكس بتاعتها والاكسنت بتاعتها جميلة جدا جدا يعني، اصلا يعني حاليا بتعمل ورشات عمل ومحاضرات بتلقيها في جامعة ما شاء الله عليها، وهي لبقة جدا وما شاء الله يعني بشهادة احد الدكاترة البريطانيين اللي عايشين عندنا واسلموا فينا، لما شافوها قالوا لها ما شاء الله عليك، ما حدش وصل للمرحلة ديت يعني، وراح السفارة وبدل تعليم معين وتعلم اللغة بطريقة الكتاب والحاجات زي كده، لكن ما وصلوش للباقة والحداثة في انك توصل للمرحلة ديت، والكونفرسيشن بتاعتك قوية جدا. فما شاء الله يعني مش شرط ان الانسان يتعلم بالفلوس، لا خالص، ومش شرط شهادات. هقول لكم الخبره مش بس فقط شهادات، لا الخبره انك ما شاء الله يعني بادراكك للحاجه وانك بتمارسي الحاجه ديت براكتس فيها. بتفكريني بنفسي زمان، الله يحفظك يا اختي اسماء ما شاء الله عليك. يا ريت تحفظ الفيديو، الله يحفظك يا رب. احفظ الفيديو ده على الفيس عشان نشوفه كتير، ولو في حاجه وقفت في طريقنا نبقى اسالكم. الله يحفظك، لو في اي اسئله ما شاء الله يعني دكتوره رنا ربنا يحفظها يا رب. انا مشكلتي مع النقاد الانجليزي الصغير، عنده سنه بيشدهولي. طب خلاص ممكن يا اختي فاضله، في لو انت بتمكني او ترفضي كويس يعني، هل هو بيشدهولك وانت في الشارع؟ لو انت بتلبسي مثلا نقاب ماليزي زي دوت، هو مشكلته باستك، فممكن ابنك او حاجه زي كده ممكن بدون قصد هو انت ماشي في الشارع بيشدهولك بدون قصد، انت ممكن تعلميه يا بابا لا ما ينفعش تعمل كده، هو ان ممكن انت بتشد النقاب حد يشوفني، ينفع تخلو حد يشوف ماما وهكذا. هو عمرها سنة؟ عنده سنة. لا ممكن انت يعني سبحان الله حاولي انت تتمكني بدوت بانك تثبتي نقابك كويس عشان ايه ما يشيلوش وانت برا، والله مستعان. طيب الاخت اللي اتعلمت كل اللغات ديت اللهم بارك، قدرت تستفيدي ازاي باللغات ديت؟ قدرت تستفيدي ازاي؟ هو الموبايل قرب يوصل الشحن دلوقتي، اخيرا شفت كاميرا، الله يحفظك يا رب، الله يحفظك يا منى، الله يبارك فيك يا رب ان شاء الله. قدرتي تستفيدي ازاي باللغات دي؟ انت عارفه دلوقتي انا بقدر عادي ان انا اتعامل مع اي حد من مكان تاني، من حته تانيه في العالم، تمام. بلس انا دلوقتي بقدر ان انا اوصل للمنح اللي انا عايزاها، انا جالي اكتر من عرض في العمل للخارج، لكن ما ينفعش يعني ان انا اقدر اشتغل هناك، تمام، لرغبة الوالد. الحاجة اللي تستفيديها من تتعلمي لغات كتيرة يا ماما، كتيرة بصراحة، لو قعدت ان انا اعدد فيهم هاخد وقت طويل، وباذن الله لو في الحركة دي انا ممكن اعمل حركة تانية اقولك استفدت ايه بالظبط. بس تعالي كده ناخدها فهماني بحاجه بسيطه قوي، كفايه ان معدل ذكائك بيزيد، كفايه انك لما بتيجي تعرفي عن نفسك في السي في بتقولي انك متحدثه 5 لغات. عارفه انت الكلمه دي بالذات لوحدها عامله ازاي؟ صدقيني هتفهميها بعدين. او لما تبقي متحدثه 5 لغات وحد يقول يجيب لك لغه وتتكلمي هتكتشفي، تمام. بلس نظرات الاعجاب اللي في عيون الناس لما بجد اتحدث، تمام، بلغه بنفس الطريقه اللي بيتكلم بيها اهلها، انا ذات نفسي بحس ان انا فخوره جدا، تمام، خصوصا ان انا بثبت ان العرب مش اغبياء زي ما معظم الناس بيقولوا، تمام. وانا على نفسي بتعلم اللغه النفسي عشان ما اكذبش عليكي، انا مش عايزه ان انا اتحدث اللغه عشان خاطر انا عايزه اشوف نظرات اعجاب، لا، هي دي حاجه حصلت بعد ما اتعلمت، تمام. لكن انا عايزه اتعلم، انا عايزه اكون مميزه بصراحه، تمام. انا مش عايزه اعمل كده عشان خاطر اخد الوظيفه، انا اوريدي عندي المشروع بتاعي، تمام، اللي انا فاتحاه واللي انا عايزه اكمل فيه، واللي انا باخد كورسات كتيره جدا حاليا في علم النفس عشان خاطر اكمل فيه وافتحه، تمام. انك تتعلمي حاجه عشان خاطر نفسك دي حاجه جميله جدا. بلس انا في الصعيد، اذا خدتوا بالكم او ما خدتوش بالكم، احنا بيجينا افواج سياحيه من اماكن كتيره جدا، تمام، بتجينا من روسيا، بيلاروسيا، بتجينا من امريكا، من بريطانيا،
من الهند، من الصين، عادة هتلاقوا ان معظم الطلاب الماليزيين واليابانيين والكوريين هتلاقوهم في كل مكان، بلس الافارقة. تمام. اللغة الانجليزية دلوقتي حاليا لغة عالمية. تمام. مش عشان خاطر هي لغة حلوة وكل حاجة، لا، عشان خاطر التكنولوجيا حاليا بتستخدمها بكثرة، فبالتالي اصبحت لغة عالمية. فمعظم الناس دلوقتي بيتكلموا لغة انجليزية وعايزين يتحدثوا اللغة الانجليزية، بيتحدثوها عشان خاطر مطلوبة حاليا في السي في. طب اتحدثت اللغة الانجليزية زي الفل. في ناس ما بيتحدثوش، في افواج من بلاد ما بتيجي مصر ما بتتحدثش الانجليزية لانهم بيكرهوها اصلا، يعني اليابان، الصين، كوريا، المانيا، روسيا، فرنسا، دول مش بيتحدثوا الانجليزية، ما بيحبوهاش اصلا. في دولة تانية مش هدول، لا اله الا الله، مش فاكرة اسمها بالظبط ايه، ولكن قريبة جدا من روسيا، برضو ما بتحبش تتحدث اللغة الانجليزية، والافواج بتاعتها بتيجي كتير جدا في الاقصر. كلمي يا يعني رجل. عادة بتيجي بالهبل. انت كنت في كلية ايه؟ فده بالنسبة لي انا مفيد، انا استفدت منها ازاي، انا استفدت منها بحاجات كتيرة جدا. اولا حاسة ان نسبة ذكائي زادت صراحة يعني. تمام. انا فخورة جدا بنفسي، انا عندي ثقة كتيرة جدا في نفسي ان انا لو دخلت على اي مكان هفهم اي حد. تمام. مش بتعايرك؟ لا انا مش بعايرك ولا حاجه، بس انا فعلا افهم اي حد. تمام. حاليا لسه حاليا ببدا، انا كوريا ببدا فيها. تمام. يعني اخذت شوط كويس جدا فيها. اللغه اللي بعد كده التركيه. اللغه التركيه انا يوم هسيو. لا تمام. انا يوم هسيو. تمام. فاللي بعد كده التركيه اللي ناوي عليها، التركيه تبقى اللغه الثالثه، وانا مظبطه نفسي خالص، مش ضروري. تمام. النهارده في الاوتوبيس بتاع اللي احنا جايين بيه هنا اكتوبر، قابلنا واحده تركيه واتكلمنا معاها بالانجلش، وكان كونفرسيشن زي الفل بالظبط. تمام. وخدنا بيها عنوان لمركز نروح نتعلم فيه التركية. فظيع، مظبطين امرنا. انت ازاي تستفيدي من اللغه بكتير؟ انت ممكن تترجمي الكتاب. انا بفتح انا بعمل دلوقتي الماجستير بتاعي في علم النفس اضطرابات شخصية، بفتح كتاب الانجليش مش بطل ادخل على ترجمة جوجل غير فين وفين لما بلاقي الكلمة مش مفهومة بالنسبة لي. تمام. بترجمها وانا قاعدة، في حين ان اصحابي بيضطروا يكتبوا وبيست وكوبي والحاجات دي ويجوا بعد كده يعدلوها. انا بعمل كل ده كده، فلو الاستفادات هرد كتير. شايفة يا رنا بتجلينا متعيرنا. صح. والله مستعين. والله مستعين يعني. على المهم احنا هنيجي هي لسه بقلبتش كوري ولا الماني. رنا المفروض انها تيجي طبعا تكلمكم، بس مع شحن التليفون هيفصل، فاحنا خايفين يفصل كل شيء. محمري بطاطس. محمر بطاطس. طب ماشي احنا كده هنيجي. كمان ابدا قلبنا طبخين، محدش يقول ان النقاب بيشتغل في الطبخ. صح صح. النقاب بيشتغل في كل ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب، يعزكنا رب ان شاء الله. الله مستعان. لو في كومنتات تاني احنا هنحب ننهي دلوقتي. فالله مستعان. قلت لك اللهم بارك بدون كورسات. بدون كورسات. والله بدون كورسات. اللهم بارك. انا هديها ما شاء الله. الله يحفظك يا رب ان شاء الله. ماشي. طب دلوقتي ننهي عشان الموبايل قرب يفصل شحن. فالله مستعان يا رب ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.